حقق فريق الكرة الطائرة لسيدات بنادي الغردقة الرياضي الفوز على فريق قارون من محافظة الفيوم بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، وذلك بالصالة المغطاة. التفاصيل مع زميل إميل أدوارد. حقق فريق الكرة الطائرة للبنات بنادي الغردقة الرياضي المركز الأول في بطولة الدوري الممتاز به، وهي المباراة 8 للفريق. الفريق رفع رصيده إلى النقطة 19 محققا المركز الأول بعد 8 جولات في المسابقة، ويتبقى للفريق مبارتين مع فريق أسوان وفريق قارون والصعود للترقي للدوري الممتاز خلال الفترة القادمة. فريق الفيوم فرقة محترمة وفرقة كويسة جدا، احنا الحمد لله ماشيين الأول، عندنا دلوقتي 19 نقطة، لعبنا 8 ماتشات كسبنا منهم 6، الحمد لله يعني بنحاول، احنا أول مرة نلعب دوري ممتاز به أنسات، فاللي احنا نمشي بالمستوى ده ونمشي الأول فده الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا بشكر اللعيبة، بشكر مجلس الإدارة بالكامل على رأسهم الأستاذ محمد الشيخ والأستاذ هشام والأستاذ مجدي، بشكرهم كلهم طبعا على اللي هم دايما داعمين ليا وواقفين معايا ودايما بسبورت ليا في أي حاجة. الحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا على الفوز، وإحنا تعبنا والحمد لله ربنا كرمنا. هو ماتش كان صعب، فريق قارون فريق كبير وفريق ناجح ما شاء الله قوي، بس إحنا الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا إن إحنا نتغلب 3-0 الحمد لله بفضل ربنا يعني. طبعا مبسوطة لأن الفوز كان مهم عشان نبقى في مركز كويس ونصعد واحنا مرتاحين يعني، فكان ماتش مهم بالنسبه لنا وجبناه 3-0 فالثلاثه بوينت معانا، فان شاء الله دي حاجه كويسه. فريق قوي طبعا وفريق محترم، بس احنا يعني ايه شدينا حيلنا شويه. التزامكم في التدريب طبعا التزامنا في التدريب رغم ان اغلبنا عنده امتحانات والدنيا صعبه معاه، بس بنيجي عشان عايزين نعمل حاجه كويسه يعني. هو اكيد طبعا ده يعني دي حاجه كويسه جدا وفرحه بالنسبه لنا كلنا بالنسبه للفريق كله، وان شاء الله نفضل في استمرار كده في الانتصارات والفوز ان شاء الله في الماتشات اللي جايه وفي الصعود باذن الله. التزاماتكم في التمرين بتتدربوا كم مره في الاسبوع وفريقكم بتتدرب؟ احنا بنتمرن مرتين او ثلاثه على حسب يعني، مثلا بنلعب ماتشات في اوقات، في اوقات بنلعب فيها ماتشات بس، وفي اوقات بنتمرن تمرين بدني في تمرين في اللي هو الفنيات بتاعه الملعب، والحمد لله يعني بنحاول نحتك اكتر الفتره اللي احنا شغالين فيها دي عشان نكون مؤهلين ان احنا نلعب مع فرق قويه باذن الله في الصعود. إيميل إدوارد.